الشرف، وبشكر قناه اون تايم دعوتكم ليا. ثانيا بشكرك شكر خاص على المقدمه الجميله ديت. ده الطبيعي يا كابتن، واقل من الطبيعي. انا فعلا الحمد لله فخور ان انا ارتديت تيشيرت نادي الاسماعيلي، نادي من اعرق الانديه المصريه والعربيه والافريقيه، الواحد بيتشرف بيه في كل مكان. البدايات ابن المحطه الجديده، وكمان بقى انت في حته ثانيه كده ابن اسماعيليه، كمان ابن محافظه اسماعيليه. بدايات كانت شكلها ايه وسنه كام وبدات كوره ازاي وفين والكلام ده كله؟ والله احنا بعد الهجره، انت عارف الحرب هنا في اسماعيليه، اللي هاجر راح هنا واللي راح هنا. بعد الهجره احنا رجعنا هنا تاني في اسماعيليه. كان السكن بتاعنا في المحطه الجديده، وده مكان بعيد شويه عن النادي الاسماعيلي مقره الحالي اللي موجود فيه دلوقتي. اتربيت في المنطقه ديت، لعبت. انت عارف اسماعيليه فيها مساحات كبيره، اذا كنت تقدر تلعب كوره في الشارع او في الحدائق العامه، الجناين زي ما احنا بنقول هنا، المساحات الخضراء. قدرت العب في كوره مع زمايلي ومع سن اكبر مني حتى في الشارع وكده، لغايه لما سكني قرب شويه عند النادي، بصفه ان والدي بصفته ان هو شغال في احدى الشركات، سكنه قرب شويه من النادي. بدات بعد كده اعرف بقى ان في اختبارات وفي تقديم في النادي وكده. رحت النادي وانا عندي 15 سنه، البدايه بتاعتي 15 سنه. معلش ما بدات اقف مع حضرتك شويه، دخلت النادي الاسماعيلي وانت عندك 15 سنه؟ يعني الفتره اللي قبل كده كانت كلها مع الصحاب في الشارع في المحطه الجديده وسط حوالين الاستاد، لكن ما بداتش كوره خالص. كلها كوره شراب بقى في الشارع، وكوره كفر بقى في المناطق، الجناين عندنا، المساحات الخضراء عندنا. والسبب الثاني ان انت بعيد عن النادي، ما بتعرفش حاجه في اختبارات. ما فيش حد في العيله يا كابتن في سن ال 13 وال 12 وال 10 شايف فيك حاجه معينه وقال لك تعالى نروح على النادي الاسماعيلي او نروح نختبر خالص؟ لا لا لا، لان انا كنت مميز في الشارع مع الناس اللي انا بلعب معاهم. يعني الناس اللي اكبر مني او السن بتاعي، انما ما حدش فكر قال تعالى ان انا اوديك النادي الاسماعيلي او اي نادي. زائد ان انا كان جنبي كمان سيد عثمان، كان نجم نادي القناه في الفتره ديت موجود، وكنت على طول موجود في نفس المنطقه بتاعتي، يعني البيت لازق في البيت على طول. ولكن ما حدش فكر ان هو يكلمني حتى على ان انا اروح اي اختبارات في اي نادي موجود في اسماعيليه. وكان طبعا اكبر ناديين الاسماعيلي والقناه. مين خدك من في سن ال 15 سنه؟ بحكم ان انا السكن بتاعي يا شريف بعيد، كان بعيد الأول. كان بعيد، انت تروح بس الماتشات مع والدك، ياخدك معاه الماتشات، يا دوبك تروح. كان كروي الحاجه. بيروح يتفرج طبعا، كان هو من الناس المتواجده في النادي بصفه مستمره الفتره اللي هي قبل الحرب. وبعد كده بعد الهجره لما رجعنا تاني كنت اروح اتفرج معاه، بس مش كل ماتش، يعني فترات كده اروح معاه اتفرج، افرح شويه ومراجع تاني، لغايه لما السكن بتاعنا قرب من النادي. يا دوبك تطلع من باب النادي تلاقي السكن بتاعنا في وش النادي على طول. قلت لازم بقى اروح، فعرفت ان في اختبارات وبتاع، ورحت قدمت في الاختبارات لوحدي. لا، معايا ناس من المنطقه بتاعتي، انتوا مجموعه صحاب هنروح الاختبارات. بالظبط كده، بالظبط كده، خدنا بعضنا. وكان في واحد قريبي اسمه احمد فاروق راح معايا برضو. اخدنا بقى، اجتزنا بقى المراحل بعد كده، والمراحل بتاعه الاختبارات، لغايه لما ربنا وفق ان انا كملت المرحله النهائيه. وكان اول تواجد ليا في النادي وانا عندي 15 سنه. بدأت ما حضرتش بقى مدرسه الكوره ولا القصه دي خالص. كل الكلام ده ما عداش على حضرتك؟ لا لا لا، هو الشارع بس.